كوكو لي زامي، على سلامتكم ومرحبا بكم في كوزينتي. اليوم جبت لكم معايا ان برودوي جربته وعجبني بالبزاف وبغيت نبارطاجيه معكم. هذا المنتج هو جومبو ميكس. جومبو ميكس اللي طرحتها شركة جومبو اللي معروفة عند كاع الجزائريين. جومبو نعرفوه ملي كنا صغار. وجومبو ميكس نتاعنا هو عبارة عن مرق من سم توابل جديدة وبأعشاب. وكما تعرفوا جومبو دائما يحرص باش ينوع في المرق تاعها. كيما هنا راه عندنا مرق الخروف، مرق الدجاج ومرق البقر. ودرك نفوتوا لومبالاج نتاع جومبو ميكس. هنايا لومبالاج براتيك بالبزاف، يتحل ويتغلق بكل سهوله وما يحكمش بلاصه كبيره في البلاكار. والحاجه المليحه اللي عجبتني تاني فيه هي بلي جومبو ميكس هو عباره عن بودره محطوطه في ساشيات كما راكم تشوفوا، فريمون يسهلوا علينا الخدمه بالبزاف. واليوم جبت لكم معايا اون غسيت بنينه وسهله كيما ولفتكم اللي هي لي فوندون دو بولي. وبيسك غادي نخدم بالدجاج دوك ندي معايا جومبو ميكس مرق دجاج باش يزيد لي بنه على بنه. يلا نبداو الغسيت. الحاجه الاولى نجيب جومبو ميكس نتاعنا ونجيب كامل المكونات نحطهم قدامي، والمكونات راح يفوتوا عليكم على مدار الفيديو وتصيبوهم تاني في المنشور في الديسكريبتيف. هنايا نجيب حبه بصل نقطعها على 4. عندي هنا زوج صدور نتاع دجاج، نحط عليهم البصل وندير مغرفه صغيره نتاع زبده ونمرق بالماء بارد. هنايا جو في لونسي لا كويسون ا فوا بارد في بارد. ندير الملح فلفل كحل ونزيدو ريق رمت. ودرك جاء وقت الصح اللي هو وقت جومبو باش نزيدو بنه على بنه ونخلوها طيب 30 دقيقه. ودرك نجيب الفرماج نتاعي ونقطعه مكعبات ونحطه في الكونجيلاتور ونعاود نولي للمرميطه نتاعي. هنا سي بون الدجاج طاب، نحوه نحطوه في طبيسي ونخلوه يبرد. وديك المرقه نصفوها، لازم تنحو منها هذاك البصل وريقه تاع الرمل ونحطوها اباغ، وهذاك الدجاج نخلوه يبرد. درك هنا رايحين نخدموا البيشاميل. هنا البيشاميل فيها 60 غرام تاع زبده ونديروا معها 70 غرام نتاع فارينه. وبالنسبه للفارينه تاعنا نحمصوها في الزبده بصح بلا ما نمدوا لها اون كولوراسيون. ودرك لا بيشاميل تاعنا راح نخدموها اباز دو بويون، هذاك المرق هذاك اللي منسم بالجومبو ميكس تاعنا نخدموا به اون بيشاميل، لازم تكون ثقيله كيما راكم تشوفوا. نفتو الدجاج تاعنا رقيق بزاف ونزيدوه على هذيك البيشاميل. ودرك نزيدو تاني اون بتيت كونتيتي نتاع فرماج غابي، ماشي بزاف، لو بيت هو برك نعزو البنه نتاع الفرماج. هنايا لي كوب نتاع الفرماج نتاعي تكونجلاو. علاش كونجليتهم؟ باش من بعد منين نبدا نخلط الفرماج نتاعي يبقى هكذاك صحيح وما يتحرحرش. وهنا سي بون لا بريباراسيون تاعي راهي واجده، ما كانش مسهل منها. رايحه نفصنيها لكم بزوج تاع الطرق. الطريقه الاولى نحطها هنا في دي مول دو سيليكون، هنا عندي دي دوم نحطهم هكذا ونخليهم في الكونجيلاتور مده 15 دقيقه. لا فورم الزوجه هي رايحه نديرها في هذا لو بلا، غلفته مليح بالفيلم اليمونتير ودرك نبسط فيه لا بريباراسيون تاعي هكذا باش الديمولاج يجينا سهل. ونحطوه تاني في الكونجيلاتور مده 15 دقيقه. انا حطيتهم في الكونجيلاتور باش يتماسكوا بالخوف، برك بالكو تكونجليوهم. سينو اذا كان عندكم الوقت وجدوا لا بريباراسيون تاعكم على بكري صباح وديروها العشيه ولا لا في وخدموها لو لوندوما. وكيما شفتوا تالمون لا بريباراسيون تاعنا شدت روحها وتماسكت على بعضها، لو ديمولاج جانا سهل. لي دوم تاعنا ديمولاو فاسيلمون، ولا بارتي لي في بلا كيما راكم تشوفوا عاوننا بالبزاف هذاك البابي فيلم. هنا هذوك لي شوت نحكموهم نديروهم دي بتيت بول، وهنايا المستطيلات اللي تحصلنا عليهم راحين يكونوا شويه ماشي منتظمين. حاولوا هكذا قبل ما تحطوهم في الطبسين تاعكم تعطوا لهم اون بتيت فينيسيون. وهنايا لا بريباراسيون تاعي ولا عندها زوج اشكال، هنا عندي لي باتوني وهنا عندي لي دوم. ودرك الحاجه اللي نفوتوا ليها هي لا بانور انغليز، نحتاجو فيها البيض لا فارين ولا شابلور. ودرك نبداو نفوتوا لي بيتي فوندون تاعنا في الفارينه من بعد البيض ومن بعد لا شابلور. علاش سميتهم دي فوندون؟ من كثريه مطريين وجايين اونكتيو من الداخل. هنايا كملنا لي دوم ودرك نزيدو نجيبو لي باتوني اتاك كملنا الخدمه نتاعنا، كلشي راه بيان باني. نخملو شويه الحاله، هذيك لا بانور دارت لنا فوضى عظيمه. وهنايا لي فوندون دو بولي راهم واجدين، راهم باني واجدين باش نقليهم. نتوما اذا كنتو باين تكونسوميهم في هذاك الوقت قلوهم تمتم، سينو تقدروا توجدوهم وتخلوهم في الفريجيدير وكي تبغوا تاكلوهم اقلوهم. بصح مين تبغوا تقلوهم ما تقلوهمش برك في شويه زيت، لازم ديروا ان بان دويل بيان بروفون، لازم ينقلاو في زيت غزير وتخلوهم حتى يتحمروا. وزيدوا هذه في معلوماتكم، وين ما تقليوا الحاجه نتاعكم في زيت عميق ما راحش تتشرب الزيت وتجيكم ناشفه مليح ومقرمشه من برا.
وهنا نفوتو لاخر خطوه لغسيت نتاعنا اللي هي الزواق. هنا جبت هذاك الفرماج تاع لي سلايس اللي نديرو في لي زامبورغر، قطعت بالقطعه نتاعي ودرت هذوك القلوب صغار. وهذه الخطوه بيان سور ماشي ضروريه، تقدروا تستغناو عليها اذا ما بغيتوش ديروها. وزدت زوقت طبيسيات نتاعي بشويه معدنوس، يمد لنا لون شباب يزهي الحاله ويزيد يعطينا ان بوتي كوتي دو فريشور. وهراهم لي فوندون دو بولي نتاعنا واجدين، شكلهم متحوف ولونهم يشهي، وهاد لاغوسيت بالتحديد تجي هايله لرمضان مع الشريبة الله الله. وانا ما نخبيش عليكم ما صبرتش ودقت، هما ديجا بنان بصح مع جنبو ميكس دجاج ما نحكي لكمش على ديك البنه، كي تجربوا تفهموا. سي بون كملنا لي فوندون دو بولي نتاعنا وجاو بزاف بنان. إذا بغيتو دي غوسيت جدد مع جومبو ميكس راح نولي لكم السيمانه الجايه بغوسيت جديده ان شاء الله. دوك مابقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، على فروشين.